السلام عليكم السلام على المشاهدين الله يجازيكم بخير انا عندي واحد مشكل مع الشركه ديال السيارات حيد السواري كلهم ديال العماره وما في العماره كتكون من 16 شقه 8 طبقات وما كاينش في الجيران قلت لي من نوضون دعي والنضون ديرون المسائل القانونيه وهذه وهذه حتى واحد ما بغى انا دابا اللي توجهت درت مفوض قضائي جا في عين المكان شاف جبت نقدم رئيس الدائرة شافو ما داروا لي حتى حاجة ما عطاوني لا تقرير لا معاينة لا والو مشيت طلعت للعمالة ديال مولاي يوسف جبت اللجنة التقنية جبت رئيس السكنة والتعمير جبت ليكسبير تاع لاجون سيرفي لجا المدير ديال الجامعة الحضارية ما عطاوني حتى حاجة اللي حتى جا المفوض القضائي دخل في عين المكان دار معاينة شاف السواري كلو محيدين والدعامات عطاني التقرير شديت المحامي التقرير الحمد لله تو... وت... عطيتو الاستاذ وجهو المحكمة المحكمة حكمت ليا بالخبرة شا الخبير عاين وشاف القلعة العمارة كاملة ما فيها لا سواري لا دعامات لا وما كاينش اللي وقف معايا في هاد الجيران كلهم ولاو دابا الجيران كاملين واقفين ضدي معاه تيتقدى ليهم عطاهم السيارات ولادهم شاد شاد عليا الولاد اللي فوق مني كاري الفوق مني بارتما ديال جاري اللي كان الفوق داير هو فيديو بان شاف وشاهد السواري كان تيحط السيارات في هو داير فيديو عندي انا مسجله شاف السواري كاملين محيدين قال لي بصح الحاجه ما خلات سواري ولكن الجيران حتى واحد ما بغى ينوض دابا الجيران لا اله الا الله ولاو معاه على طموع الدنيا نايضين دابا محرشين عليا ولادهم السانديك ولدو وهذا اللي قدامي هو وخالو والسانديك الجديد ودابا انا كنطلب في الناس اللي كيشاهدوني كي انا بغيت باش ينصروني وبغيت ندير شي شي خبير ومهندس دولي ويجي ويشوفوا العماره كلها مهدده بنيار فواحد النهار غادي يطيح واش هاد الناس ما عندهمش العقل ديالهم واش العماره مهدده بالانهيار وتيشوفوا في الخو... الخبراء داير درتهم ودرت الخبره العموميه الى حتى المحكمه خرجت ودارت المعاينه ديالها وحيدنا البلافون من التحت وبانو السواري طايحين بانو السواري محشين كاملين كلهم على قد البارت انا البارت تاعتي فيها ميه متر زائد لاكور والكوزينه وطواليط قال لي راه الكوزينه تاعتي و ولا ديالي ودابا الحمد لله الشهاده اللي شهد لي الاستاذ ولي البرطمة ها هي هو اللي باع لي البارطمان ها هو تيقول فيها بان البرطمة من 83 فيها الكوزينه فيها لاكور ما فيها لا قناه هوائيه ما فيها آه فيها الكوزينه ما فيها حتى شي حاجه زايده من وثمانين بنيه انا كذب عليا ودار ليا المذكره بانني ما خليتوش يبيع ما خليتوش يشري بغى مني قال لك الفلوس وبغى يدي ليا ما جلس يكذب ويدير من هنا ومن هنا لكن انا دير المساطير قانونيه بالخبرات وبالمعاينات وباي حاجه دابا اللي جا عدي من الناس درت شحال من فيديو وطلقت نداء باش يجيو عندي ما كانش اللي جا عندي وما كانش مخلين دابا الجيران كلهم نايضين ليا بولادهم تخسروا ليا في القفوله تيهرسوا ليا هاد 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 السيد اللي قدامي شاد و تيتقدى ليه و تيدير ليه كلشي باش انا ما ساكنه وانا راه والله لا دا ولو يعطيني فيها مليار ما خرجاش من هنا وحل عليا حرش عليا السانديك انا مخلص السانديك قال لي غتحبسوا عليها لا على سانسور داروا ليا في لا سانسور لاباراي سدو عليا السطح سدوا عليا دروس السكور ديولي خارجين من من لاكور تاعي وزايدين هما زياده ديالتي انا فيها سبعه متر طول على متر ونص عرض زايدينها ليهم دايرين توسيعه الكوزينات ديالهم غير قانونيه زايدينها في الكوزينه هما ما عليهمش عليا غير انا تيكذب عليا قال قبيتي عليا الكوزين قبيتي عليا القناه الهوائيه وسقفتي عليا وشديتي لي الكوزينه هذا الشيء كله دايره في في المذكره الاولى قال لك تعطيني قد قد الفلوس رانا ما خدامش دار راسو خدامش باش يدي لي لاكور الكوزينة والكوزينه وباش يدي لي البارطمان وانا مطبقه القانون ودايره وقت شد استاذ الله يجازيه بخير لي الحقيقه دابا كنطلب من في الناس اللي كيشاهدوني وفي الناس ديال القانون وفي الناس المسؤولين عن الدوله وانا كندير في الفيديوهات وكنناشدهم حتى واحد ما جاني حتى واحد ما جا عليا ولا قال لي اش كاين ولا اشنو هالشهادة الاولى هالشهادة الثانيه ديال الجيران ها هي ها هما كيشهدوا بانني مبنيت ما بنيت ما سقفت قناة هوائية ما بنيت كوزينة شريتها بالكوزينة بالقناة الـ 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 بـ 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 بلاكور ما زدت فيها حتى حاجة ها هما الشهود هما باش خديت الحكم في الابتدائية والحكم في الاستئناف هانتوما هات السيدة شنو بغا عدي علاش بغا غير ديالي انا حيك بوحدي فيها ما عندي راجلي ميت الله يرحمه خلاها ليا ناضلية علاش ما ناضش العماره كامله واش هاد الناس ما عندهمش العقل هاد الجيران اللي ساكنين العماره مهدده بالانهيار وهو هو, هو قال سي ليهم اليوم الحد تيجيب ليهم داك الموتور عامر تيدخل لهم القفوف ديال التقضيه ولا طاحت هاد العماره شحال تاع الارواح غادي تمشي فيها واش هاد الرجال اللي كاينين هنا ما عندهمش العقل ومضامنين عليا وكان عطيهم فلوس ديال السانديك من ألفين 2002 حتى واثنين وعشرين عندهم ما يزيد على مئة 140 ولا من مليون تيتقاسموها بيناتهم انا خارجه ما نكون في اجتماع ما تنكون معاهم حتى في حاجه الاجتماع تيكونوا فيهم هما لا اله الا الله مع هاد الجيران عائله هنا قسما بالله العظيم عائله من الاب من الام من الولد من البنات ما صاموش رمضان تياكلوا تيديروا جميع المسائل الخابثه فوق مني وتيخويو عليا انا عندي دابا التصاور عندي السيدي عندي الكلي انا مصوره كل شيء مع هاد الجيران اللي فوق مني ما تيخلونيش الناس حل علي السنديك الواد الحار هو اللي بنا ليه وصلح ليه وقال لي خل عليا لاكين وتيخوي عليا حاشاكم واعزكم الله تيخوي عليا البول وتيخوي عليا المسائل الخانزه هاد الناس باش غادي يجاوبوا الله وهاد السيد عنده التقدير ما اشبه عندي انا العماره كلهم راه كلهم راه كاينين ربعه ولا خمسه كلهم ارملات علاش هيك عندهم الاولاد انا عندي الله انا عندي قوه الله حسبي الله ونعم الوكيل فيه وفي الجيران